شارك وزير الخارجية سامح شكري في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لتمثيل مصر، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث باسم الخارجية إن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل، بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي. هذا وقد أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، وحصل أردوغان على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو. جاء فوز أردوغان على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي، وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان ينظر لها على أنها أضعفت فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية. أمريكا دونالدن 5 سنوات مقبلة، عنوانها الرئيسي التحديات والصعاب تنتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. داخليا يعتبر الاقتصاد من أهم التحديات، خاصة بعد تعهدات أردوغان خلال حملته بزيادة الإنفاق وخلق ملايين من فرص العمل وتمسكه بمعدلات الفائدة المنخفضة، ستفاقم الضغط على احتياطات البنوك من العملات والليرة التي تراجعت مقابل الدولار مؤخرا. ملف آخر سيكون حاضراً وبقوة هو إعادة الإعمار في الولايات التركية 11 المنكوبة جراء الزلزال الذي ضربها فبراير الماضي وخلف آلاف القتلى. تحد آخر هو ملف اللاجئين بعدما انقسم موقف الشارع التركي، ولذا سيكون من الصعوبة للغاية أن يحقق الرئيس التركي نوعاً من الوحدة والتضامن، وهو ما يعني أن أزمة اللاجئين وطالب اللجوء ستكون التحدي الداخلي الأكبر. خارجيا سيحتاج أردوغان لاتباع سياسة رصينة لإعادة ترميم العلاقات التي توترت خلال الفترات الأخيرة مع بعض الدول، ويرى مراقبون أن أردوغان سيحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه بما يتناسب مع حجم الصعوبات التي تمر بها أنقرة خلال هذه المرحلة.